حالكم. السلام عليكم، شهر مبارك للجميع. توقعت ان شاء الله فوز المنتخب السعودي 2-1 على الاستراليا يوم الخميس. ان شاء الله يفوز السعودية 2-1. ان شاء الله يا رب يفوز المنتخب السعودي 1-0. اتمنى فوز الاخضر على المنتخب الاسترالي 2-1. لا شك بان المباراة صعبة، لانه المنتخب الاسترالي ممتاز بالقوة البدنية، وبإذن الله نفوز حالفنا. إن شاء الله يكون منتخبنا 2-1. توقعات لمباراة المنتخب السعودي وأستراليا 1-0 للمنتخب السعودي. أتمنى الفوز للسعودية، أتوقع النتيجة 1-0. توفيق لسقورنا الخضر، وفالكم الفوز وتأهل لمونديال روسيا، وأتوقعها 1-0 للسعودية عن طريق محمد السهلاوي. كل التوفيق إن شاء الله المنتخب السعودي مع المنتخب الأسترالي، وإن شاء الله النتيجة 3-1. السلام عليكم. إن شاء الله يا رب المنتخب السعودي يفوز على أسترالي، وتوقع النتيجة 2-1 للمنتخب السعودي. دعواتنا للمنتخب السعودي بالتأهل أمام أستراليا، وتوقع بإذن الله 1 للأخضر.